بعد انفصال من عرفة ومحمود المهدي للمرة الثانية، هؤلاء المشاهير انفصلوا قبل أيام قليلة من الزفاف. تعالوا نتعرف عليهم. حلا شيحة وهاني عادل. بعد قصة حب كبيرة تم عقد قران الفنانة حلا شيحة والفنان هاني عادل وتحديد موعد حفل الزفاف، ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل اتفاجأ الجميع بإعلان انفصالهم بدون ذكر أي أسباب، كما اختفى النجمان وأغلقوا هاتفيهم لفترة. ناهد السباعي ومحمد عبد ربه. ألغي حفل زفاف الفنانة ناهد وزوجها رجل الأعمال محمد عبد ربه، واللي كان مقرر الاحتفال فيه في منطقة العين السخنة، وكان من المفترض أنه يقتصر على حضور عدد قليل من المدعوين بعد خلاف وقع بين العروسين. وحكت ناهد السباعي: البعض وصفونا بالمجانين، لكن وجدنا في المقابل أنه استمرار علاقتنا مستحيل. حيث ألغت ناهد السباعي زفافها قبل يوم واحد فقط من موعده، وأبلغت كل المدعوين إنها ما رح تتزوج ولن تعود عن قرارها أبداً. رشدي أباظة وصباح. قصة زواج الفنان رشدي أباظة من الفنانة صباح هي الأغرب على الإطلاق، لأنه ما استمر زواجهم أكثر من 13 ساعة فقط، ويقال إنه الزواج حدث في لبنان خلال سفرهم لتصوير أحد الأفلام، بينما يقال إنها تزوجته خلال تصوير فيلم الرجل الثاني، وكان وقتها لا يزال متزوج من الفنانة سامية جمال، ما أدى لإنهاء زيجته من صباح سريعاً. منا عرفة ومحمود المهدي. كان الثنائي أعلنوا انفصالهم من فترة في نوفمبر الماضي، ثم سرعان ما عادوا لبعضهم وبدأوا في تجهيز عش الزوجية، إلا إنهم عادوا ليعلنوا انفصالهم للمرة الثانية عبر خاصية ستوري على إنستغرام، وكتب المهدي وحكى: تم الانفصال والحمد لله على كل شيء، وربنا يوفقها ويوفقني. وكتب ستوري آخر فيه: ربنا اللي بيرزق العبد، عمرها ما كانت في إيد حد وضد الفساد، حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا الحمد لله. فهل يعودان مرة أخرى؟ هذا ما ستخبرنا به الأيام. أخبرونا بتوقعاتكم في التعليقات.